بالنسبة للسلع طبعا متوفر كل السلع التموينية في المنظومة، زيت وسكر ودقيق وملح وجبن ومكرونة، كل السلع التموينية متوفرة بكميات كبيرة، ونضخ يوميا للمواقع. بالنسبة للسلع باقي السلع في قلب السوبر موجودة كلها بكميات كبيرة جدا، احتياطي مثلا ما يقلش عن 6 شهور البضاعة اللي موجودة كلها، موجودة بكميات، بيتم ضخ أي سلعة بتنقص بسرعة جدا، ما الدواجن، اللحوم، الخضار، الفاكهة، كل ده متوفر برضو بكميات وبأسعار أقل من أسعار السوق بحوالي من 25 لـ30%. باخد طمين واشتري اللي انا عايزه وبراحتي وما فيش اي مشاكل، والحمد لله الامور ماشيه بمرض الله. الاسعار هنا كويسه، وبالنسبه للصابون بـ10.5 جنيه القطعه، فسعر معقول، ومعظم الحاجات الموجودة هنا أسعارها كويسة. أيوة البيض بـ150 والمكرونة بـ13، وأهي لحد ما يعني ماشية كويسة. باجي ألاقي الحاجة متوفرة كتير، أسعار مناسبة، أما تروح هنا كمان حتى أطباق بيض بسعر مخفض عن الأسعار الخارجية، طبق حوالي 150 جنيه، وأسعار الزيوت كلها متاحة، صرف التأمين كل السلع موجودة. بينزل لي عجل او عجلين حسب ما انا عايز كل يوم، وفي المواسم بينزل لي 3-4 عجول برضه، ما فيش اي مشكله حسب الكميه اللي انا عايزها والكميه المتاحه. واللحمه الموجوده لحمه سوداني طازه فريش، والسعر عامل 285 جنيه، واي حاجه زبون بيحتاجها بنديها له، ما فيش اي مشكله خالص. باجي بلاقي لحمه كويسه وموجوده كل اللي انا عايزاه باخده، ان طلبت اي حاجه بيديهاني بصراحه يعني. جيت صرفت الطمين فردين، خدت 2 مكرونة و2 سكر و2 زيت وواحدة ماجي، والدنيا هنا كويسة. وحتى البيض بره بـ180 جنيه، أنا هنا لقيته بـ150 جنيه، فالدنيا هنا أريح كتير من بره. أنا باجي هنا التموين باخد حاجتي تمام، كل حاجة تمام، السكر بـ12.60 جنيه، المكرونة بـ7.75 جنيه، جاتمان هنا كويسة أجل من السوق شوية، أنت فاهمني، وحاجات هنا ممتازة وخامات جيدة.